إذا تم سرقة جوالك وتريد فرمتة جوالك عن بعد برسالة نصية فقط، فإذا كان الموضوع يهمك فخليك معايا ويلا بنا ننتقل إلى الشرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع، يا رب كلكم بألف خير. معكم المهندس مهيب فؤاد من اليمن. في البداية، إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناتي على اليوتيوب، يا ريت تنورنا وتشترك في القناة ليصلك كل جديد، ولا تنسى أيضا من تفعيل خيار الجرس لتتوصل بكل الفيديوهات التي أقوم بتنزيلها أولا بأول على هذه القناة. طبعا أقدم لكم اليوم تطبيق ممتاز جدا، اسم التطبيق ريموت سيكيورتي سيت. طبعا رابط التطبيق أسفل هذا الفيديو في الديسكريبشن. بتحمل التطبيق من متجر جوجل بلاي، طبعا التطبيق مجاني. اول ما تحمل التطبيق تفتح التطبيق، طبعا التطبيق بيطلب منك ادخال الباسورد ومن ثم كونفيرم باسورد مرة اخرى. حاليا نقوم بادخال باسورد من قبل، لاحظ اقوم بادخال باسورد ومن ثم اختار لوجن. طبعا هذا هو التطبيق. نتعرف طبعا، عندك التطبيق عدة خيارات، عندك الالارم، عندك اللوك، عندك الويب، عندك اللوكيت، عندك السيتنج. طبعا نبدأ بأول خيار. طبعا هذا الالير، في حالة تريد التطبيق يقوم بإرسال تنبيه إليك، لابد أن تقوم في البداية بعمل only هذا الخيار، ومن ثم تختار alarm action SMS. ايش تريد الرسالة النصية التي توديها الى جوالك من اجل ان يقوم بإرسال إليك تنبيه؟ حاليا عندي مهيب، ولتكن مهيب 1، اوكي، ومن ثم موافق. حاليا سأقوم بتجربة التطبيق بإرسال رسالة نصية إلى جوالي مهيب 1، أوكي، لاحظ سند، أرسلت مهيب 1 إلى رقم الجوال الخاص بي، أوكي. حاليا بخرج، حاليا بيصدر تنبيه الجوال، لاحظ أصدر تنبيه، أوكي. أفتح الرسالة، هذه الرسالة، ومن ثم رجع لي مهيب 1، اوكي، اقوم باغلاق التنبيه، لاحظ رجع لي انه تم استلام الرسالة مهيب 1. هذه انك ارسلت رسالة الى جوالك الذي قام الشخص بسرقته، تأكد ان الرسالة وصلت ومن ثم اجالي alarm تنبيه. هذا بالنسبة للالارم. عندك ايضا لوكيت، طبعا تستطيع متابعة جوالك عن طريق ارسال رسالة نصية. اول شيء تقوم بتفعيل الخيار اون، طبعا قد فعلته من قبل، انت بتختار تفعيل الخيار اون ومن ثم بتطلع لك رسالة، تختار اكتيفيت، تعطي له الصلاحية موافق، اوكي. عندك هنا لوك اكشن اس ام اس، طبعا اختار نوع الرسالة التي تريد ان توديها الى جوالك الذي انسرق لكي تقوم بعملية اقفال للجوال. طبعا هنا سيكيورتي لوك، حلو. طبعا هنا سند باسورد ان اس ام اس، طبعا هنا لو عملت هذا الخيار بيرسل لك رسالة انه تم اقفال الجوال. عندما ترسل هذه الرسالة سيكيورتي لوك الى جوالك، قمت بتحفيز هذا الخيار، بيرسل لك رسالة انه تم اغلاق الجوال، اوكي. طبعا ننتقل الى اهم خيار جدا وهو موضوعنا لهذا اليوم، هو الوايب. طبعا في حالة تم سرقة جوالك وجوالك يحتوي على العديد من البيانات المهمة، كان صور وغيرها، كانت في الذاكرة الداخلية او في الذاكرة الخارجية للهاتف، وتريد فرمتة جوالك عن بعد برسالة نصية فقط، فتقوم بتحفيز هذا الخيار. اول خيار، اول شيء تقوم بتحفيز هذا الخيار، تجعله on، ومن ثم تختار نوع الرسالة التي تريد أن تقوم بإرسالها إلى جوالك لكي يقوم بعملية الفورمات. لاحظ لو قمت أنا باختيار مستر مهيب، أوكي، ومن ثم اخترت موافق. طبعا عندك أيضا واي اس دي كارد، طبعا تريد أن تقوم ب أيضا فرمتة الذاكرة الخارجية، اختار أوكي. طبعا حاليا لو قام شخص بإرسال هذه الرسالة التي قمت بإدخالها وهي مستر مهيب، سوف يقوم بفرمتة جوالي بالكامل، فخلينا أقوم بإغلاق هذا الخيار، أوكي. طبعا عندك أيضا خيار آخر وهو اللوكيت، طبعا اللوكيت تستطيع تتبع جوالك عن طريق رسالة نصية فقط، تختار هنا on، لاحظ هنا أعطي له الخيار مثل ما تكلمت مسبقا، أعطي له خيار enable لأننا لم أقوم بتفعيل هذا الخيار من قبل، ومن ثم off، ومن ثم agree. حلو، ترجع الآن إلى التطبيق. هنا تختار الرسالة التي تريد أن ترسلها لكي تقوم بتتبع جوالك لمعرفة موقع جوالك بعد سرقة الجوال. طبعا هنا الرسالة الديفولت اللي هي security locate، أوكي. عندك هنا أيضا locate device، تريد أن أقوم بإغلاق التطبيقات
اوكي، ايضا عندك هنا نرجع الى الخيارات، عندك هنا سيتنج. طبعا تستطيع شينج تغيير باسورد الذي قمنا بادخالها في البدايه. عندك ايضا لينش فروم دايلر، طبعا تستطيع اخفاء التطبيق من خلفيه شاشه الجوال، ومن ثم تستطيع اظهار التطبيق عن طريق تاشير هذا الخيار، ومن ثم كتابه هذا الرمز التي تراه على الشاشه اللي هي نجم مربع نجم مربع 777 مربع نجمه مربع نجمه. عندك ايضا كونفير اس ام اس، طبعا كل رساله تقوم بارسالها الى الجوال التي تم سرقته، هل تريد ارسال رساله انه تم اغلاق الجوال؟ فمثلا اذا قمت بارسال رساله الى جوالك المسروق، هذه الرساله تتطلب فرمته الجوال، فستقوم الرساله بفرمته الجوال، ومن ثم اذا فعلت هذا الخيار سوف يتم ارسال لك رساله انه تم ارسال الرساله وتم فرمته الجوال. طبعا كان اهم شيء وهو الوايب، ايضا اللوكيت، هذون اهم الخيارات. طبعا احذر من استخدام هذا التطبيق بشكل خاطئ، فارجو ان تقوم بتتبع كل الخطوات التي قمت شرحها في هذا الفيديو كي لا اكون سبب في فرمتة جوالك. فانا بصراحة لا تقول ان مهيب هو السبب، فارجو ان تقوم بتطبيق الخطوات بالشكل الصحيح وتقوم بتطبيق الخطوات بشكل حذاري. هذا هو التطبيق، طبعا انت سوف فتتعمق في التطبيق أكثر. طبعا كذا درسنا خلص لهذا اليوم، يا رب تكونوا استفدتم من هذا الموضوع. إذا عجبك الفيديو يا ريت ما تحرمنا من زر لايك، فهذا يعد تشجيعا لنا. كذلك إذا عجبك الفيديو لا تنسى إضافة الفيديو إلى المفضل لديك. كذلك إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناتي على اليوتيوب، يا ريت تنورنا وتشترك في القناة ليصلك كل جديد، ولا تنسى أيضا من تفعيل خيار الجرس لتتوصل بكل الفيديوهات التي أقوم بتنزيلها أولا بأول على هذه القناة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.